بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي 2، أهلا ومرحبا بكم، ومعكم على المعلق الرياضي محمود بكر. وأحداث لقاء النادي الأهلي، 19 نقطة من 10 لقاءات مع نادي الداخلية، 10 نقاط من 11 مباراة. هذا اللقاء ضمن لقاءات الأسبوع رقم 13، وبيتلعب في الدفاع الجوي. وهنقول لحضراتكم يعني أسماء الفرقتين. النهاردة صاحب الملعب هو النادي الأهلي، بيمثله شريف إكرامي. الأهلي صاحب الأرض، الأهلي صاحب الملعب، عظيمة بيغلطني. شريف إكرامي لحراسة المرمى، خط الظهر أحمد فتحي وشريف عبد الفضيل وائل جمعة. هم غيروا الدور الأول على الدور الثاني، صح؟ كان في تغيير، صح. الداخلية صاحب الملعب، مش مشكلة بقى. بيمثل الداخلية النهاردة أحمد فوزي حراسة المرمى، نور الجرحي وجهاد جنيدي ورشاد فاروق ومصطفى حجاب خط الظهر، وائل إسماعيل ولاما كولين وعبد العزيز موسى ومعتز بالله نص الملعب، حسام باولو. عاوزين نعرف باولو دي جاي منين، يا ريت بقى معدين يشوفوا لنا باولو ده جاي من الفضاء ولا ايه، ومعاه أحمد فرج اتنين راس حربة. أما النادي الأهلي النهاردة فبيمثله شريف إكرامي حراسة المرمى، أحمد فتحي، ولأول مرة منذ فترة يعود شريف عبد الفضيل الحمد لله على السلامة، وجنبه وائل جمعة، ويعود سيد معوض مرة أخرى، عبد الله السعيد وحسام عاشور وشهاب الدين وموسى يدان اللي فرض نفسه بقوة على خط وسط نادي الأهلي، ثم عمرو جمال الناشئ اللي بمثله دايما بعمرو شوقي لاعب الأهلي وأكرون السابق، ثم سيد حمدي. بيحكم هذا اللقاء طاقم بقيادة حسام الجلاد، مش الجلاد اللي كان سنتراف نادي الاتحاد، ومعرفش اذا كان ابنه ولا لا، انما حسام الجلاد حكم لقاء النهارده، وبيعاونه ايمن ديجيش واحمد ابو العيله، اثنين مساعدين جامدين قوي بيسندوه، والحكم الرابع حسن انور. شفنا التحليلات الاستوديو هيئه المحللين بقياده الكابتن احمد شوبير، واحسن ما شفناه الاهداف بتاعت برشلونة، والتصوير والجمال خلوا كده علينا ايه يعني، حصل فيها نوع من يعني مش عايز اقول اليقظة عشان الماتش ده هوت، انما هنرجع مرة تانية لمباراتنا. وما تنسوش ان الفوز الوحيد للداخلية كان على نادي الاهلي، فوز واحد يتيم. هنشوف النهاردة غايب التمساح على اساس ان هو عنده انذارات. النهارده طبعا مدير اداره الانتاج ابراهيم علي، ومدير الانتاج محمد عطيه، وعصام عصران، ودقيقه حداد. يا ترى مراسل الملعب يقول لنا ليه؟ المفروض اعتقد طالما المباراه في الدفاع الجوي تبقى على الست شهداء جنود القوات المسلحه اللي غدر بيهم في مسترد، واللي ان شاء الله تكون اخر وقعة، ويكون ان شاء الله ان يعني سباق الانتخابات والرئاسة يبدأ، وان شاء الله يعني يعلن المشير السيسي بنزوله، وتبقى مباراة يعني ما بين، بيبقى يعني مباراة بروح طيبة بين المشير السيسي و حمدين صباحي، ونبعد خالص عن الثوار، ونبدأ نقول هنعمل ايه لمصر، ونركز كلنا في اتجاه واحد عشان ما نخبطش في بعض، وبعدين الطرف الثالث يخش ويبقى كأنك ابو زيد مغازيت، مطلوب دلوقتي بأي وسيلة حتى لو اختلفنا لازم نقف في اتجاه واحد. صفر الحكم حسام الجلاد ببداية لقاء الداخلية مع النادي الأهلي باستاد الدفاع الجوي، والدقيقة الحداد زي ما قلت لحضراتكم كانت لشهداء مسترد الست مجندين اللي اتغدر بيهم. وتنزل الكرة في نص الملعب النهاردة في شريف عبد الفضيل خط ظهر الأهلي، بيبدأ الأهلي يستعيد بعض الخبرات. النهاردة في سيد حمدي مرة أخرى، هنشوف إيه بالظبط. الأهلي عنده مباراة في إفريقيا في تونس مع أهلي بنغازي اللي بيدربها طارق العاشي، هيلعبوا هناك،
والمباراه هتذاع في سي بي سي 2 زي ما قال لي استاذ ايمن سالم مدير القناه الساعه 2 الظهر يوم الجمعه، وتبقى اول مباراه هتذاع يوم الجمعه من ساعه الاحداث لانها هتبقى خارج مصر. ودائما طارق العشري مع النادي الاهلي بيجيد، ونتمنى ان نشوف لقاء كويس باذن الله. رامي التماس واحمد فتحي عاملين عليا هنا ضوء فعاكس في الازاز والشاشه، يا ريت بتوع الاضاءه بس يشوفوا الحكايه دي ايه. تنزل الكوره عند سيد معوض، عاوز يعمل هات وخد، يقطع جهاد جنيدي من شكل مباراه كده ان الداخليه هيلعب في نص ملعبه اكتر. ادي احمد فرج ويطلع بره الملعب اوت، رمي التماس للداخليه. رمي التماس للداخليه تتلعب على طول لمصطفى حكام الباك الشمال، يرجعها رشاد فاروق. رشاد فاروق على طول اماميه في عمق دفاع النادي الاهلي، بيعتمدوا بقى على السرعات. كل مدرب يروح موشوش كده في الروضه بتوعه، خلي بالكوا وائل جمعه كتر خيره، وشريف عبد الفضيل لسه راجع من الاصابه، فاحنا هنلعب عليهم سبرنت. هنشوف حسام باولو واحمد فرج في غياب التمساح هل هيقدروا يعني يخترقوا فرق السرعه ولا ايه بالظبط، هنشوف. ولا خبره وائل جمعه وشريف عبد الفضيل تقدر تحجم الامور. دقيقتين من بدايه الداخليه والاهلي والتعادل بدون اهداف، واللي ما كانش موجود في المباراه الاولى المصري نجح انور سلامه في قياده فريقه خططيا واقتنص 3 نقاط ثمينه جدا من النادي الزمالك. نادي الزمالك كان اكثر محلات هجوميه ولكن بدون تركيز، اكثر فرص ضايعه لكن بدون تركيز. المصري كان مركز في نحل الارض الدفاعيه والهجمات القليله اللي اقتنص منها هدف، وادي اهو فرصه وضعيفه من فرج ويمسكها شريف اكرامي. كان في سيطره على اداء نادي المصري، في تغييرات في توقيتات، ولكن اندفاع نادي الزمالك والاكثر كان استحواذا على مدار المباراه، وحظه كان وحش في اكثر من فرصه كانت ممكن جدا تغير اتجاه المباراه، خاصه بعد دقيقتين محمد ابراهيم، وبعدين برضو في نفس الشوط فتح الله ضربه راس كان ممكن يغيروا اتجاه المباراه. وفي الدقيقه 20 واول هجمه للنادي المصري، هجمه جميله من مرتده يحط المصري هدف ويبدا يرتفع معنوياته، ومشت المباراه على هذا الوتيره، واقتنص انور سلامه 3 نقاط من نادي الزمالك. نتمنى النتيجه ما تاثرش على اداء الزمالك في بطوله الانديه ابطال الدوري ان شاء الله. تتلعب الكوره وتنزل وتروح للجرحي. الجرحي بره الملعب اوت، لسه حتى ما طلعتش. سيد معوض يلم، سيد معوض ترجع مره تانيه وتروح لوائل جمعه، وائل جمعه لاحمد فتحي، وفي ضغط متقدم اهو. نبداوا نحط ونرص الكلام مع بعض. الداخليه بتبدا تضغط من الامام، ادي على طول لاما كولين، وادي احمد ايوب اهو واقف بيدير تعليمات محمد يوسف، ورمي التماس وفاول وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. ما تنسوش ان النادي الاهلي لابس فانيلا الزرقاء، والداخليه ماتشها فعلا، لانها لو مش ماتشها ما كانتش ابدا تتجرا وتلبس فانيلا الحمراء، انما ده ماتشها. واللائحه لما اتغيرت زمان كان بيغيروا فانيلات، قالوا لا صاحب الملعب هو اللي ينزل بفنلته الاساسيه، والضيف هو اللي يجي ويبقى عارف معاه طقمين. الاهلي بيلعب بالطقم رقم 2 الازرق، وهجمه وتسقيطه، ويقطع جهاد جنيدي ويطلعها رشاد فاروق بره الملعب او رمي التماس للنادي الاهلي. ادي عمرو جمال قناص من الكرات العرضيه، اعتقد ان النادي الاهلي لازم يمشيه كتير بالكرات العرضيه. ادي عبد الله والكره العرضيه، يطلعها على طول جهاد جنيدي، تنزل وترجع مره تانية وصفاره، وفاول على النادي الاهلي على سيد حمدي، وضربه حره مباشره لنادي الداخليه. بدايه هاديه لغايه دلوقتي،
واول 5 دقائق من بدايه الشوط الاول في لقاء الداخليه مع الاهلي اللي لابس ازرق النهارده، وادي فوزي يلعب ضربه الحره مباشره تعدي على طول من حسام باولو وتروح لوائل اسماعيل، نور الجرحي تطلع بره الملعب. ادي شهاب اللي يبدو ان هو متحول هناك ناحيه الشمال عشان يقابل نور الجرحي لانه باك بيتقدم، هنشوف هل هو كده بالصدفه ولا واخد تعليمات. النهارده الاثنين الارتكاز بتوع النادي الاهلي حسام عاشور وشهاب الدين، الطرفين موسى هيدان وعبد الله السعيد، هنشوف تمركزهم ايه بالظبط. وادي رامي التماس وسيد معوض، سيد معوض يلعب الكره لحسام عاشور لوائل جمعه، تنزل الكره في نص الملعب عند عبد الله، وعبد الله يجري احمد فتحي يلمها احمد وعاوز يعمل هاته خد، بيقول له هات اهو عبد الله، وعبد الله يفتح اللعب هناك عند سيد معوض. سيد معوض عاوز يعمل هاته خد للصبح، انما في لمسه يد على حسام عاشور على شهاب، اهو خلاص وضحت ان شهاب هيبقى في الطرف الشمال هناك. يبدو ان الداخليه عندها حد بيهاجم من الحته دي، هنكتشف مع بعض وهنشوف ايه اللي خلى محمد يوسف يحط شهاب في الجنب الشمال هناك، هنشوف بالظبط ايه فلسفه تحرك شهاب ناحيه الشمال. تتلعب الكوره عند مصطفى حجاب، مصطفى حجاب ينزلها في نص الملعب لمعتز، تتلعب على طول تروح في ايد شريف اكرم. وائل اسماعيل رقم 7، تتلعب الكوره لوائل جمعه واعاده اهو، ورايا وسفاره وصح الاعاده اللي فاتت، ورمي التماس للنادي الاهلي واحمد فتحي، لسه اللعب روتيني رغم مرور 7 دقائق، وغمزه كده تروح لعمر سريع، انما تطلع كوره بره الملعب من الجرحي اللي داخل مغطي ويطلعها ضربه ركنيه. جرحي حلق حلاقه كده، يعني كل احنا بنقلد الاجانب بيحلقوا، بس الحلاقين بتوعهم برضه بيبقى فيه نوع من الشياكه والتدريجه كده، وشعرهم كمان حلو فبيتليق عليهم، انما احنا عاوزين نقلد في الكوره. وضربه ركنيه وموسى يدان للنادي، الله لو ردت يعني، انما في فاول صح جدا على وائل جمعه، وصح جدا لان لعيبه موسى حلو قوي، كنت تردها بالعرض اي حد يقابلها، وضربه حره مباشره لنادي الداخليه. عندنا في اسكندريه مركز شباب الانفوشي، كان ايام كابتن طاهر مروا على مراكز الشباب وراحوا شايلين الارض وقالوا لهم هننجلوها نجيل صناعي، وهدوا الدنيا، وبعدين لسه كل حاجه واقفه، حتى الاوتيل اللي كانوا بيستخدموه واللي كانوا بيستثمروا فيه الايرادات واقف برضو. نظره كده من السيد الوزير الشاب النشيط خالد عبد العزيز يشوف كده مراكز تدريب في اسكندريه، وعلى راسها مركز تدريب الانفوشي، وضربه ركنيه ثانيه من جهاد جنيدي، وارتباك في الداخليه، والنادي الاهلي مش قادر يستغل الارتباك ده في الوقت ده، بيلعب بهداوه او بغناوه او بهدوء، وضربه ركنيه مره ثانيه للنادي الاهلي. عبد الله السعيد وضربه ركنيه للنادي الاهلي، تتلعب يطلعها رشاد فاروق، تنزل في نص الملعب وفاول للداخليه، وتحذير لشهاب، وحسام الجلاد بيقول له بلاش كده، ووائل جمعه النهارده بيتكلم كتير، وزقه صح فعلا للاما كولين ولا لاما كولين، وضربه حره مباشره للداخليه. مباراه جنائزيه حتى الان، 10 دقائق من البدايه ما تحسش ابدا ان فيها النادي الاهلي اللي هيلعب يوم الجمعه مباراه في دور ال 16 مع اهلي بنغازي، ما تحسش الداخليه اللي عندها 10 نقط عاوزه تعدي وتجري، انما هدوء كده وسكينه ال 10 دقائق اللي فاتت. محاولات من النادي الاهلي صحيح وضربتين ركنيتين، ولكن يعني في ضغط ناجح من دفاع الداخليه، وتتخطف الكوره وفاول على
نور الجرح وضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. تتلعب الكرة على طول لسيد معوض، بتتعاد اهو، معلق رجل موسى يدان، بيلعب دلوقتي في الطرف الشمال. تمريرة وحشة قوي اصطادها على طول الداخلية لما كولين، انما يا ساتر يا ساتر، مصطفى حجاب داخل جامد قوي على عمرو جمال، وعشان عمرو جمال لسه ناشي وغشيم فداخل بكل ثقله، ومصطفى حجاب داخل بكل غشومية ومش عاجبه كمان، وفاول وضربة حرة. بص حضراتكم الراجل، يا ساتر ده ايه ده، ده انت كسير قوي اهو. كان زمان في الشارع لما الاقي واحد يكسر يقول لك انا مش هناخده بفرقتي، ده كسير قوي. مصطفى حجاب ده داخل جامد قوي، وقام عمرو جمال وضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي. ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي، واحمد فتحي بيبرق لمين هنشوف، ويلعبها حلوة قوي، انما تعدي ناحية موسى يلمها موسى، بيلعب السيد ممتنع وسريع بس شكله بطيء. واحد يقول لي يعني ايه بس سريع بس شكله بطيء، هو كده لاحظه تلاقيه برجله يعني بطيء، انما بيروح للكرة ويلحقها. ترجع كرة ورا لشريف اكرامي، يلم شريف اكرامي ويلعبه على طول اماميه، تعدي بمزاجه مصطفى حجاب وعمل لنفسه مشكله، ورمي التماس للداخليه. ادي دجيش اهو، النهارده الحكم معاه اثنين مساعدين جامدين، ايمن دجيش واحمد ابو العيله، وادي محمد يوسف اهو، حلقه عمره باين، هي جت كده ما عندوش وقت يروح. ترقيصه حلوه قوي من لا مكولن، وتنزل عند وائل اسماعيل للجرحي لجهاد، ثلاث اربع نقلات ينتهوا عند احمد فتحي، يسقطها وياخدها مره تانية، تنزل لشهاب يلم شهاب وماشي، ثلاث اربع نقلات تطلع ترجع مطرح ما جت، حسام عاشور موسى يدان وسيد معوض. سيد معوض عاوز يعمل هات وخد، انما ما تجيش، والسيد حمدي يحجز او عمرو هو اللي بيحجز، وتصويبه تخليص من الكوره تخبط وتتحول ضربه ركنيه، تصويبه من حسام عاشور وضربه ركنيه للنادي الاهلي. ضربه ركنيه يعني انا مش الميزه اللي في الدوري السنه دي ما هياش ميزه، ده يعني ابو لعيب ما تحسش كده بالمستويات، كله شبه بعضه. الراجل المدير الفني المساعد للداخليه بيفكر كده، بيهرش في دماغه، والضربه الركنيه حلوه قوي تتلعب، انما مفيش حد متابع هل هتتلحق، يلحقها مع فتحي ويطلعها على طول رشاد فاروق بره الملعب، او ترمي التماس للداخليه. تتلعب رمية التماس للنادي الاهلي، يطلعها جهاد جنيدي، وضربة مرمى لنادي الداخلية. الأهلي عنده لقاء الذهاب يوم 21 مارس مع أهلي بنغازي بتونس، ولقاء العودة يوم 29 مارس. زي ما بقول لحضراتكم طارق العشري بيدرب أهلي بنغازي، واتلعبت مباراة في تونس للأحوال في ليبيا الشقيق اللي نتمنى إن شاء الله انها تنتهي لحد حدودنا. تتخطف الكوره وحسام باولو، انما موسى يقطع ويمرر ويحرك ويتاخد فاول، والمباراه ما لهاش معالم لغايه دلوقتي رغم مرور ربع ساعه من زمن الشوط الاول. مباراه ليس لها معالم غير ان النادي الاهلي الحته الشمال دي هي اللي شغالة شوية لغاية كده وترجع، اللي فيها شهاب وموسى وسيد معوض، لكن ما اخترقوش ولا مرة، لسه ما شفناش سيد حمدي ولا عمرو جمال. انتشار الداخلية كويس في نص ملعبه، ولكن ما فيش أي خطورة على المرميين. على طول يلعب وائل إسماعيل، تنزل كرة رايحة جاية زي ما حضرتك شايفين كده،
يسيبها سيد حمدي وياخد رامي التماس. رامي التماس للنادي الاهلي، سيد معوض. يلعبها لموسى لسيد، عرضية من سيد يخش رشاد بدماغه وتروح للجرحي أمامية من الجرحي. وائل جمعة، بدأت الأمور تبان سيطرة واستحواذ من النادي الأهلي وانتشار والضغط على الداخلية من الجبهة الشمال لنادي الأهلي اللي هي تبقى اليمين للداخلية. آدي شريف عبد الفضيل، حسام عاشور، بطء جديد، شريف عبد الفضيل، سيد معوض، موسى يدان، اكبر الناس اللي هي تديله، تتخطف الكوره وتروح للجرحي لاسماعيل، يخطف معوض وترجع كوره ورا للنادي الاهلي. كل دي اسمها كوره ضاله من الفرقتين، محاولات هجوميه من النادي الاهلي ولكن ضاله بالصدفه وملهاش اي نوع من التركيز او ما فيش اي نوع من التصميم ان انا هعدي، ما فيش التمرير السريع والانطلاق السريع، كلها كده. الاهلي مستغل خضه الداخليه لغايه دلوقتي وبيسيطر بفضل الخضه اللي عند اللعيب الداخليه اللي ما عندهمش يعني دافع هجومي، وبيحاولوا ان هم يوقفوا محاولات الهجوميه للنادي الاهلي القليله البطيئه ايضا. يعني شريف، وائل جمعه، حسام عاشور، شهاب، ترجع مطرح ما جت، وائل جمعه، شريف عبد الفضيل، مشتركة وتتاخد وتتلعب على طول، يقطع وائل جمعة، سيد معوض، أمامية من سيد معوض عند عمرو، إنما يخش على طول رشاد فاروق ويقطع ويلعبها أمامية مش لحد، تخبط وتروح لأحمد فتحي اللي مغطي صح، يلم أحمد فتحي وماشي وعاوز يعمل هاته خد وخدها، وعاوز مرة تانية يعمل هاته خد وماشي، إنما ما بصش جنبه تتخطف الكورة تبقى رمي التماس للنادي الأهلي. عبد الله السعيد، النادي الأهلي بيحاول إنه يريح نفسه بهدف مبكر وممكن جدا، وأدي لسه تصويبة من السيد حمدي وصدى جميلة من أحمد فوزي ومتابعة أجمل من عمرو جمال وصد احسن لاحمد فوزي في احلى دقيقه، الدقيقه 18. ادي الكوره اهي، ياخدها على طول سيد حمدي، تصد وعلى طول عمرو وتصد مره تانية. رد فعل جميل من احمد فوزي حارس مرمى الداخليه. ادي سيد حمدي، وادي التصويبه طلعها، وادي الانطلاقه والدبل كيك لعمر لعمرو جمال، وادي الصده لاحمد فوزي، وادي الضربه الركنيه لموسى يدين انما جامده قوي، وتبقى رمي التماس من الناحيه الثانيه للنادي الاهلي. النادي الاهلي في الدقيقه دي بس كشر عن انيابه، وفي الدقيقه دي تالق احمد فوزي وصد فرصه هدفين في دقيقه واحده، واحده لسيد حمدي والثانيه لعمرو جمال بالمتابعه، وحصار للنادي الاهلي وشبه كده استسلام دفاعي لنادي الداخلية، ما عندوش واعز هجومي خلاص. شكل عام للداخلية في ال 18 او ال 20 دقيقة اللي اتلعبت ما عندوش الدافع الهجومي. نشوفها مع بعض، ادي تمريرة وتروح ناحية اليمين هناك عند وائل اسماعيل، وتقف الكورة ويقطعها شريف بره الملعب. رمي التماس لنادي الداخلية، واقع وائل اسماعيل على الارض وان شاء الله يقوم سليم. لغايه لما يقوم وائل اسماعيل ان شاء الله مع الارض، نفسي كده المشير السيسي يبدا حملته الانتخابيه ان شاء الله لما يعلن عن نزوله من الصعيد، عشان يقول لهم احنا هنبقى مع المنطقه الجنوبيه اللي هي
محدش بيعتني بيها طول عمرنا. نشوف الاول الكوره بتاعت لاما كولين اللي خد فاول وضربه حره مباشره للداخليه. نفسنا نشوف حد مسؤول يعتني بالصعيد واولاد الصعيد اللي هم يستاهلوا كل خير وهم اللي عندهم انتماءات وهم قول الصبح. نفسنا كده حد يوصل هناك يكون البدايه اعلان السيد المشير نزول الانتخابات تكون بخطبه واعلان من الصعيد اي حته. ضربه حره مباشره لنادي الداخليه. لاما كولين طالما قعد يمسك البطيخه كده ويلفها وبتاع يبقى هو اللي هيشوط. وضربه حره مباشره للداخليه ولاما ولاما ويلاما وبوكس يطلعه شريف اكرامي في اول اختبار ليه بعد 21 دقيقه وضربه ركنيه لنادي الداخليه. نفسي ايضا المهندس محلب عامل نشاط كبير قوي ومشروعات كبيره قوي بس الناس كمان ما نشوف الكره دي برضو ضربه مرمى للنادي الاهلي. الناس عاوزه تعرف برضو هتاكل ازاي دلوقتي. لازم المشاريع حلوه قوي ومليون 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 ماشي ولكن لازم يمشي في خط متوازي. نشوف احنا هنعمل ايه وهياكل الناس ازاي يطمنهم. هجمه للنادي الاهلي وكره عرضيه وارتداد سريع للداخليه. يسيطر النادي الاهلي على الكوره عند سيد معوض يلعبها سيد وتتخطف منه ومفيش حاجه وهجمه سريعه للداخليه. ثلاث اربع نقلات تنزل على طول عند فرج. احمد فرج يلم احمد فرج وزق علني من احمد فتحي ورمي التماس للنادي الاهلي. تروح الكوره لوائل جمعه وادي علاء عبد العال المدير الفني للداخليه مدرب مجتهد ورمي التماس مره اخرى للنادي الاهلي. 22 دقيقه من زمن الشوط الاول والتعادل بدون اهداف. الشكل العام فيه سيطره للنادي الاهلي لكن ما فيش الا كوره او كورتين بتاعت سيد حمدي وبتاعت عمرو جمال اللي طلعهم احمد فوزي باقتدار. وادي رايو صفاره ولا ايه دي؟ ما فيش. وضربه مرمى للنادي الداخلي. اظرف حاجه هيئه النقل العام في اسكندريه عامله اضراب. الناس مش حاسه بالاضراب اهو اوف سايد اهو لان هم ما عندهمش الا ثلاث اتوبيسات والمشاريع هي اللي شايله الاسكندريه. بس للاسف الشديد بعض السواقين المشاريع استغلوا الحكايه وغلوا التعريفه. احنا بنستغل بعض اللي هي الميكروباص يعني بالاسكندراني للاسف بنستغل بعض في الوقت عصيب للاسف الشديد. نرجع لماتشينا وتنزل الكوره وصحوه هجوميه للداخليه يقطع وائل جمعه وتعدي وبدا كده الداخليه يبقى ليها يعني نزعه هجوميه بعد 22 دقيقه واحنا بنلعب في الدقيقه 24 وبدانا نشوفهم في نص ملعب النادي الاهلي. وتلعب الكوره ورا عند جهاد يعدي وماشي ويلعبها للجرحي. الجرحي عرضيه هناك وائل جمعه يطلعها وتنزل في نص الملعب. لو في بص ادي حسام عاشور في بطء في بطء بصوا معايا بطء. مباراه جنائزيه بصوا مباراه جنائزيه. تمرير بالتليفون خلي بالك حديلك كل واحد خلي بالك حديلك. احمد فتحي يلعب على طول لحسام عاشور يقطع لمصطفى حجاب تنزل الكرة لاما كولين وياخد فاول من حسام عاشور وضربة حرة مباشرة للداخلية. الداخلية بقى لها دقيقتين ثلاثة بدأت تتجرع على النادي الأهلي ولقيت إن النادي الأهلي مش عاوز يعني يتجرى. طب قالت أتجرى أنا وضربة حرة مباشرة لنادي الداخلية على طول أمامية هناك وضربة رأس ضعيفة في إيد شريف إكرم من أحمد فرج. يشوط شريف عند عمرو تتقطع الكرة ياخدها الداخلية مرة تانية والخضة اللي عند الداخلية راحت ووائل إسماعيل ماشي
ويلعبها للاما كولين، وبداوا يمسكوا الكره على النادي الاهلي، ونص الملعب بتاع الداخليه بقى افضل، ولما لما تتقطع الكوره وتروح لحسام عاشور، لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد مستني احمد فتحي طلع له، لعبها لاحمد فتحي، احمد فتحي يلم احمد ويرجعها مطرح ما جات لوائل جمعه، وائل جمعه لحسام عاشور، موسى جدان على طول بيبازي ومرر. عاوزكم تحطوا عينيكم على موسى جدان، الراجل بيمرر ويجري. طبعا لعيبه النادي الاهلي ما بتديلوش الكره وهو بيغير اتجاهه، خدوا بالكم الراجل يمرر وبيجري، فبيجري في مكان فاضي، فلازم اللي بياخد الكره يمرر له، ما حدش يمرر له. ادي موسى اهو، بص بياخد الكره بيمرر ويجري، تتلعب الكره، ودي الكره الحديثه، ممكن يشوط شوطه تفقد قوتها، وضربه ركنيه للنادي الاهلي، ضربه ركنيه للنادي الاهلي، و26 دقيقه من زمن الشوط الاول، والتعادل بدون اهداف، وضربات ركنيه لم يستفد بيها النادي الاهلي حتى الان، زي الزمالك جاب ضربات ركنيه كتيره ما استفادش بيها، وبتتلعب جامده من موسى جدان، لو ظبطها في حلق الجون ممكن عمرو يصطاد واحده. هنشوف موسى جدان وضربه ركنيه للنادي الاهلي، لعبها وحش قوي النبادي، وتطلع بره ضربه مرمى لنادي الداخلي، انما الحكم بيقول ضربه ركنيه، ضربه ركنيه للنادي الاهلي مره ثانيه، خمس ضربات ركنيه حتى الان تقريبا، وصفاره من الحكم حسام الجلاد بيكلم ناس، يبدو ان هم بيزقوا بعض داخل المنطقه، بيقول لهم انا شايفكم وبتاع وكلام من ده، وضربه ركنيه، وموسى للنادي الاهلي يلعبها حلوه حلوه حلوه، انما الراجل داخل بظهره بوكس لاحمد فوزي، يطلعها الجرحي تروح لوائل جمعه اللي كان طالع في الضربه الركنيه، يرجعها وتروح له مره ثانيه لوائل جمعه، يلم وائل يرجعها لسيد، وسيد عرضيه هناك، كان ممكن موسى لو وقفت تحت رجله او خدها مباشره، انما العمل دي ولا دي، وخبطت في وش رجله وتطلع ضربه مرمى لنادي الداخليه. بص حضراتكم، هو راح عاوز يلعبها انما فيهوش حيل، يلعبها كده بسمانه رجله، وضربه مرمى لنادي الداخليه. في لعيب طالع بره خير، قال متعور ولا هيتعالج، وضربه مرمى لنادي الداخليه. بيتعالج اهو، وتتلعب ضربه المرمى للداخليه، وعلى طول حسام باولو بدماغه ياخد احمد فتحي، وترجع له مره ثانيه، ويلعب احمد فتحي عبد الله، وماشي عبد الله، ماشي عبد الله، ماشي عبد الله، قفلت لعبها لفتحي، وفتحي بالعرض، وضربه ركنيه. لو تلاحظ الفرق بين السرعه في الاداء بين احمد فتحي وعبد الله السعيد، فرق كبير قوي، عبد الله فيه بطء واحمد فتحي فيه قوه وسرعه، فالاثنين مش ماشيين مع بعض، واحد سريع وواحد بطيء. ضربه ركنيه للنادي الاهلي، وموسى هل تيجي بقى هدف من الضربات الركنيه دي، انما موسى بيلعبها وحشه واطيه، ترد مره ثانيه لسيد معوض يسقطها، وعلى طول مصطفى حجاب بدماغه، وموسى يدان ويطلعها ضربه ركنيه. الواحد خايف يغلط يقول موسى ديان، انما ده موسى يدان، لاعب القطن الكاميروني. تتلعب الكره ضربه ركنيه، ما بيستغلش الاهلي ولا ضربه ركنيه من السبعه اللي اتلعبت، وزقه كده من احمد فرج، وصراع مع حسام عاشور وفرج، تتنقل الكوره وياخدها النادي الاهلي. الشكل العام لنادي الاهلي مستحوذ، بس ما انتش عارف بيلعب ازاي، يعني هو معاه الكوره اهو، لكن ما انتش عارف هو بيعمل ايه، ما فيش كده ممكن امرر مع بعض، انما ما فيش جمله مكرره، ما فيش يعني هات وخد، ما فيش ثنائي، ما فيش يعني كده، رغم ان هم مسيطرين، انما السيطره نتيجه خضه الداخليه، وتروح الكوره ناحيه الشمال عند شهاب، وتطلع بره الملعب او ترمي التماس للنادي الاهلي. سيطره بلا فعاليه للنادي الاهلي،
ونص ساعة من زمن الشوط الأول والتعادل بدون أهداف ورمي التماس للنادي الأهلي. وضربة ركنية تامنة تقريبا للنادي الأهلي، ضربات ركنية مهم إن كل مرة يطلع شريف عبد الفضيل ويطلع وائل جمعة وبعدين تترفع قصيرة مش عارف إيه، كل يا 8 ضربات ركنية. ده كان الواحد زمان يعني ضربات الركنيه دي الرك على اللي بيرفعها هو اللي بيخلي نص الجون من رفعه زي كده زي كده زي. انما برافو 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 مصطفى حجاب يخش قبل وائل جمعه ويطلعها ضربه ركنيه 9 وضربه ركنيه للنادي الاهلي. هل الاهلي هيفتتح اهدافه من ضربات ركنيه؟ ده اللي هنشوفه. والداخليه لغايه دلوقتي صمده ودفاع كويس قوي ومقفلين كويس قوي، وضربه ركنيه للنادي الاهلي. وموسى يا فوزي ده انت ولا ماير بتاع المانيا بتاع زمان، ماير بقى يعرفها الكابتن شوبير، تتنقل الكره لفرج وفرج يا خفا فرج يا فرج ويا هدف هدف مباغت وسريع نتيجه استهتار غريب جدا. معنى ان انت بتهاجم لازم تعمل حساب الناحيه الدفاعيه، وهجمه مرتده على طول يسيطر عليها احمد فرج ويلعبها لما كولين، ولما كولين ما يكذبش خبر وبطن رجله يحطها صعب قوي 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 على بص حضراتكم هرجله في الاداء. لازم انت بتهاجم على حساب الناحيه الدفاعيه، عمرها ما تحصل الكلام ده، عمر احنا بنلعب فين. وادي يا سلام يا سلام هدف يدرس وهدف لازم يعني محمد يوسف يجيب الناس دي تعالوا. يعني هو انت معنى انت مهاجم انك انت بتستهتر بالهجمه المرتده، برده كان في نادي الزمالك هجمه مرتده بمنتهى الخطوره على نادي الزمالك. دروس مستفاده النهارده من الهجمات المرتده، ودروس مستفاده النهارده من الفرق اللي عندها ثقه زياده وبتهاجم عاطل على باطل بدون انضباط خططي. وبالتالي في الدقيقه 32 وعلى غير المتوقع ومن هجمه مرتده ومن ضربه ركنيه ترتد على النادي الاهلي، فرج يلعبها في المساحه الفاضيه ليه لاما كولين ما يكذبش خبر ويحطها حلوه قوي قوي على شمال اكرامي. ما يقدرش يعمل حاجه اكرامي على فكره لانه مركونه جميله جدا. لاما كولين لاما كولين في الدقيقه 32 شوط اول واحد الداخليه. لا شيء النادي الاهلي في نفس السيناريو بتاع التمساح من هجمه مرتده بس دي فيها كوره جميله. عدم انضباط خططي غريبه جدا. هو معنى ان انت تهاجم، هو معنى ان انت السنترهافين يطلعوا في الضربه الركنيه مش لازم حد يغطيهم؟ هو معنى 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 يعني دروس خططيه غريبه جدا جدا. لازم رغم فرق كبيره ده انا بسميه نوع من مش الثقه، الاستهتار الدفاعي لكاسيم لاعبين، ودي دور المدرب من بره لازم يقول لهم ارجع واعمل وخلي بالك، انما ما سيبش ابدا بره كده ورا مفتوحه الفتحه ديت ويستغلها النادي الداخليه. واحمد فوزي شال 3 كور ب3 اهداف. ابص مش ممكن، ايه ده؟ فين بقيه الفرقه؟ فين بقيه الفرقه؟ خطا قاتل قاتل قاتل. ومن هجمه مرتده للداخليه في الدقيقه 32 والهدف واضح جدا على دكة البدلاء للنادي الأهلي. عموما الهدف ده هيسخن المسائل واعتقد المباراة هتبقى أحلى وأحلى، لأن النادي الأهلي مش هيسكت، وإن الداخلية هل هيتجرأ ولا يخاف ويكش ده اللي هنشوفه. واللي كان بره بقى وداخل مش عايز أقول في البلكونة الدنيا ساقعة وفيها تراب، بنقول له يعني إن الداخلية جابت جول نتيجة خطأ يعني قاتل من الدفاع هجومي من ضربة ركنية دفع كل الخطوط ما عدا 2 وارتدت الكرة لما كولين حطها على شمال إكرامي. لكن لو احنا لاحظنا في 4 كور النهاردة للنادي الأهلي فيها كثير من الحظ أو كثير من الكفاءة لأحمد فوزي الكرات اللي عملها، ودي كرة قدام حضراتكم، لكن النادي الأهلي صادفه سوء حظ ومهارة لأحمد فوزي في 3-4 كرات الصراحة لازم نقولها كانت تفرق كتير قوي في النص ساعة الأولى اللي اتلعبت. 35 دقيقة من زمن الشوط الأول وأصبحت النتيجة الداخلية 1 لما كولين في الدقيقة 32. النهاردة أحمد فوزي له الفضل أنه يخلي الداخلية واقف على رجليه من صد 3 كرات. بص حضراتكم نفس الأداء
ونفس الدنيا كلها بترد على طول لخط وسط نادي الاهلي بيخترق بسرعه وادي فرج والكره العرضيه، انما اكرام يا ولد يطلع ويصد والمباراه هتحمى واحنا بنحب المباراه الحاميه وعلى طول تنزل الكره، بس الاهلي بطيء في نقل الهجمه من الخلف للامام وتنزل الكره هناك عند سيد معوض بيقول له تعالى لي مين اللي هيجي لك، تتلعب الكره على طول تروح لموسى، موسى يلعبها على طول تمشي بالعرض قضاء وقدر تروح حسام عاشور، وحسام عاشور لاحمد فتحي، واحمد فتحي يلم وفي 3 4 5 داخل منطقه جزاء الداخليه وملعوبه انما جامده قوي ضربه مرمى لنادي الداخليه. شوط غريب، اهلي مستحوذ، تالق لاحمد فوزي في ثلاث كور يعني يا عظيم قوي فيهم، واحده لسيد حمدي والثانيه لعمر جمال والثانيه لسيد حمدي برضو، واحده بجوار القايم ترد الكوره من ضربه ركنيه التاسعه تقريبا للنادي الداخليه في ظل استهتار دفاعي من خطوط النادي الاهلي وترك مواقعهم، ترد الكوره لاحمد فرج يهاجم احمد فرج في نص ملعب فاضي الا من اثنين وينطلق لما كولين بغرابه شديده جدا ويحط هدف جميل في ملعوب ببطن رجله يلف الكوره، جمال الهدف في لفه الكوره ما راحش هو لغايه اكرامي انما لفها لفه جميله جدا، هدف جميل للداخليه لما كولين. تتلعب الكوره وتروح على طول لعمرو شريف، عبد فضيل، سيد معوض، لموسى، الله. لا بقى النهارده نقدر نقول احمد فوزي، يمكن الكابتن شوبير يعرف الكلمه دي، يقول لك ده محجب، ده جون محجب. لا هو مش محجب، هو النهارده عنده سرعه رد فعل كويس وحظ كويس. النهارده النادي الاهلي على الاقل في اللحظه اللي احنا نلعب فيها في الدقيقه 37 كان على الاقل يبقى في هدفين في الراجل ده، انما الراجل ده هو عظيم قوي النهارده احمد فوزي، وليك حق تقع وتنام وتتنطع، اربع اهداف لو دخلوا ما حدش يلومك فيهم ابدا، وفي نفس الوقت ادي موسى لعيب ولعبه حلوه قوي قوي من عمرو، خطاف خطاف ولد. بص السيد حمدي تقريبا، ايوه سيد حمدي النهارده رخر ايه يعني، مش هو سيد حمدي ده من الشمال واليمين وبوش رجل الخارجي وحاجات كده، عمل كورتين ولسوء حظه ما تخشش جوان، يعني في الايام اللي هو متالق فيها يوم يصطاد في سوء حظ ان حارس المرمى متالق ايضا. اربع فرص للنادي الاهلي ما حدش يقدر يلوم ابدا احمد فوزي لو دخلت، انما يعني نقدر نقول المباراه بدات تبقى كويسه، وحسام عاشور بيقول له خلي بالك ما تعملهاش تاني، ها وانما ما يعملش تاني ايه؟ هيعملها لو انت ما خدتش بالك. ادي احمد ايوب واقع، احمد فوزي على الارض وهيقوم سليم ان شاء الله. ضربه ركنيه، ادي اهو لفه واحده جامده قوي يعني وائل اسماعيل شويه كده، المخرج بتاع المباراه مطلع شويه مهارات، والراجل عمرو من الكور اللي صدها احمد فوزي يعني بيكلم نفسه، والضربه ركنيه للنادي الاهلي هتتلعب 1-0 الداخليه. هل النادي الاهلي يستغل الضربات الركنيه الكتيره ديت؟ ما بيستغلش، مفيش حد بيطلع، انما يلحقها وائل ما يسيبها وائل عشان تبقى رمي التماس. المفروض وائل بقى يسيبها ويرجع مكانه، ايوه كده خلاص بقى يعني اتنقر واحده كده فبدا يلعب الصح، وتنزل الكره على طول هناك مشتركه تتخطف وياخدها على طول مصطفى حجاب، تتخطف ياخدها احمد فتحي ويلم احمد، مفيش تحرك بدون كره، داخل في الزحمه داخل في الزحمه، هيضطر يرجعها ورا، اتضغط عليه ترجع الكره ورا هناك عند سيد معوض يلم وجنبه موسى يسقطها سيد حلو قوي، الله زحلقه كده بقرته على طول عمرو جمال، انما بجوار القايم وضربه ضربه مرمى او ضربه ركنيه، هنشوف ايه بالظبط. حسام الجلاد بيكلم عمرو وهنشوف، ادي سيد معوض وادي على طول عمرو، لعيبه حلوه قوي الصراحه، الولد بيطلع وبيحرك رقبته صح او وسطه وخبطت وطلعت ضربه ركنيه، وموسى بيلعبها حلو قوي انما تعدي الكوره بغرابه شديده وضربه ركنيه رقم 12 تقريبا للنادي الاهلي، ولم يستغل رفعات موسى جدان حتى الان
رغم الكل بيطلع قدام، بل بالعكس ضربات الركنية أضرت النادي الأهلي بهجمة مرتدة أحرز الداخلية هدفه. تتلعب الكرة وموسى يلعبها تتخطف وياخدها لاما لاما، الهجمة تخبط تطلع بره الملعب قوي. بيصحح لي عدد الضربات الركنية كام يا عمي؟ 13 رقم شؤم، ماشي 13. ومين اللي بيصلح لي بقى، سعد ولا مايكل؟ عظيمة. ماشي عظيمة عظيمة، ده مخرج المباراة العظيم يعني. رمي التماس للنادي الأهلي و13 ضربة ركنية للنادي الأهلي. وأحمد فوزي يتألق النهاردة تألق فين شوقي غريب بقى وجهازه، يعني علاء نبيل وأحمد حسن وحسام الإبراشي وطارق سليمان جهاز وحسين حمزة وسمير عدلي عملوا ماتش كويس قوي، وسلام وسامة نبيه وصبري عملوا ماتش كويس قوي مع البوسنة وهرسك، نتمنى لهم كل التوفيق. بس داخلين خناقة مع حسام البدري، كل واحد عاوز لعبته، وادي ضربة رأس وادي بيستعرض هيضيع الدنيا وتطلع كورة ضربة ركنية رقم 14. لما نكتب ضربة ركنية، بص بقى الاستعراض بتاع فوزي كان هيضيعه اهو. بيلعب كرة شاطئية زي الشناوي في مباراة المصري، وضربة ركنية وموسى يدان، والضربة ركنية رقم 14 وضربة مرمى لنادي الداخلية. مباراة الضربات الركنية الرقم 14 حتى الآن، ومباراة حارس مرمى أنقذ فريقه من 3 أو 4 فرص حقيقية، ومباراة من خطأ قاتل من لاعبي النادي الأهلي في إن هم يسرحوا ويطلعوا كلهم وما يعتمدوش على الهجمة مرتدة، ولسوء حظهم إنها تيجي هدف. عظيمة بيقول لي أحمد فوزي 37 سنة، ما الحضري 40، إيه المشكلة؟ يبدو إن إحنا في موسم الناس اللي استوت. على طول شهاب يلم، شهاب والعرضية تطلع وتبقى ضربة مرمى لنادي الداخلية. بدلاء النادي الأهلي النهاردة مسعد عوض وصبري رحيل وأحمد شديد وسعد سمير وأحمد رؤوف ودريزيجيه ومحمد نجيب، يعني مفيش إلا فرد واحد بس اللي هو أحمد رؤوف في البدلاء. النهاردة بدلاء الداخلية الغرباوي محمود الغرباوي وعمر عبد الجليل، سعد عبد الفتاح، أحمد سمير، محمود سمير ويوسف محمد. وفتح عبد الجليل رقم كام ده؟ تتلعب الكوره وهجمه مستمره للنادي الاهلي ورمي التماس للنادي الاهلي. اربعه واربعين دقيقه من زمن الشوط الاول، هل الاهلي ينجح في انه يحرز هدف التعادل في الوقت القصير والبدل الضائع ولا ايه بالظبط؟ ولا الداخليه ليها راي اخر؟ اجتهدت الداخليه والضربه ركنيه رقم 15 للنادي الاهلي، يعني دليل على ان النادي الاهلي ضاغط بس مفيش تركيز برضه، وفي تركيز دفاعي من الداخليه وتالق من حارس مرمى الداخليه فوزي. وادي جمعه وادي جمعه وادي جمعه. وضربه ركنيه رقم 15، مش كده عظيمه؟ رقم 16. تتلعب الضربه ركنيه وبوكس من متالق، ووائل جمعه فينك وتروح وتيجي. وصفاره وفاول وضربه حره غير مباشره تقريبا على وائل جمعه. اللي قدام حضراتكم ده نوع من الاجتهاد، يعني ادي ضربه ركنيه رقم 17 واربع دقايق وقت بدل ضائع في فاصل من ضربات ركنيه متلاحقه للنادي الاهلي وتالق دفاعي وحارس مرمى للنادي الاهلي وتقدم للداخليه في الدقيقه 32 من هجمه وحيده للاما كولين مرتده، ومباراه غريبه جدا. ولكن انا اعتقد ان جماهير النادي الاهلي من قدام الشاشه مطمئنه ان النادي الاهلي ممكن يخلص في اي لحظه، انما بالمنظر ده ممكن الوقت يسرقه. ضربه مرمى لنادي الداخليه.
كتف خفيف كده من رشاد فاروق وضربه مرمى لنادي الداخليه تتلعب على طول وتنزل وتروح في نص الملعب للنادي الاهلي. احمد فتحي يمشي جميله قوي ناحيه اليمين والكره العرضيه بقلشه وحشه من السيد حمدي وضربه مرمى لنادي الداخليه. بنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع اللي مدته 4 دقائق والداخليه 1 والاهلي لا شيء وهجوم متواصل وتالق لدفاع وحارس مرمى احمد فوزي للداخليه وسوء حظ في بعض الكرات زي ما حضرتك شايفين كده للنادي الاهلي. ولكن لازم نقول اذا اتكلمنا عن الناحيه الخططيه الاثاره في المباراه دي من الفرص الضايعه وتالق حارس المرمى والدفاع، انما لو اتكلمنا عن الناحيه الخططيه ما نلاقيهاش. ادي رايه ودي صفاره ولد لعيب قوي لعيب قوي الراجل ده بيلعب سهل ممتنع عامل زي المرحوم ابراهيم الخليلي كان ضعيف بس التاني كان طويل بدورين كده وكانش قوي انما كان لمسات رجليه كده فيها نوع من السلاسه. بص الراجل سلس في ادائه. موسى يدان ضربه حره غير مباشره للداخليه هيلعبها احمد فوزي. نلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت البدل الضائع اللي مدته 4 دقائق والداخليه 1 والاهلي لا شيء في مباراه غريبه وعجيبه والغريب فيها ان تالق بشده احمد فوزي وخط دفاعه والهجمه المرتده الوحيده هدف في مرمى النادي الاهلي ودرس مستفاد وسيطره من النادي الاهلي ولكن ما تحسش ان في جمل انما تحس ان فرقه ضغط على فرقه وبتلعب اوفرات وانا وحظي انما ما فيش ماسك كوره كده وابدا العب مع بعض واخترق امتى ومهد امتى وامسك كوره امتى واعمل هات وخد امتى واشوط امتى. هي دي سمه الفرق اللي بتقدر تسيطر بالناحيه الخططيه والمهارات. اما سيطره نادي الاهلي فهي الداخليه مديله الفرصه والفرص اللي بتيجي ايضا مديه النادي الاهلي ان هو ينتعش اكتر ولكن المباراه في اعتقادي مثيره والاثاره اللي فيها يعني احمد فوزي وتالقه والهدف اللي جابه الداخليه والمحاولات الفرديه اللي بتتلعب اهو. بص حضراتكم لنادي الداخليه وتروح الكوره على طول لمعتز بالله وثلاث اربع نقلات لاول مره في الشوط الاول نلاقي الداخليه في نص ملعب النادي الاهلي في الوقت بدل الضايع. الجرحي يلعبها ويلم على طول تروح لوائل ثلاث اربع خمس نقلات لفرج وفرج ياخدها مره ثانيه ويشوط فرج وضربه مرمى للنادي الاهلي. بنلعب في الثواني الاخيره من الاربع دقائق اللي هي يعني الوقت البدل الضائع ويصفر اخيرا الحكم حسام الجلاد بانتهاء الشوط الاول بتقدم الداخليه على النادي الاهلي بهدف احرزه لاما كولين في الدقيقه 32 من هجمه وحيده في الدقيقه 32. اعزائي مشاهدي قناه سي بي سي 2 كان معكم المعلق الرياضي محمود بكر واترككم للكابتن شوبير وهيئه التحليل الناقد الرياضي حسن السكاوي والكابتن ايمن يونس. فالى هنا. We'll be right back.